السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم نتشارك معكم الشهده او البريوش على طريقه الشهده او خليه النحل. عندي هنا 600 غرام ديال الدقيق اللي غنحتاج، عندي هنا 125 غرام ديال الزبده، هكذا تكون لينه ديال في حراره المطبخ. وعندي هنا نص هكذا كاس مع مرش ديال السكر. كل واحد الا بغيتي تزيدي السكر زيدي، الا بغيتي تنقصي نقصي. عندي هنا الزبيب كنت رقدته هكذا في الماء، غيكون احسن يكون ترقد مزيان. عندي جوج ديال البيضات، وعندي نص صاشيه ديال الخميره ديال الحلويات، وعندي قشور ديال البرتقال هكذا مبشور، وعندي ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي شويه ديال الجنجلان، شويه ديال الحب حلاوه هكذا خلطتهم حمرتهم هكذا وخلطتهم. وعندي الحليب هكذا سخنته، ما يكونش سخن بزاف، غير دفيته صافي. الحليب على يكون ما عنديش هنا المقدار ديال الحليب، حيت لك عندك سميتو الدقيق حتى يتشرب، ديري المقدار اللي غيهز لك الدقيق. دابا غندوب الاول الخميره مع شويه ديال الحليب. غنزيد عليها شويه ديال الحليب غير شي شويه، صافي. غنزيد الدقيق هكذا، ونجيب الدقيق ديالي ونزيد عليه البيض، يعني نزيد جميع المقادير الا الحليب نزيد شويه بشويه. نزيد السكر والقشور ديال البرتقال المبشور، وهذاك الزنجلان والحبة حلاوة، ونزيد الزبيب، نزيد الزبدة، الزبده احسن تكون لينه باش تسهل علينا دغيا تندمج مع الخليط. صافي، شوفوا الحليب ديالي وسميتو الخميره تفاعلوا مع بعضياتهم. دابا غنزيدهم حتى هما، ونزيد هذيك نص ديال الصاشيه ديال خميره الحلويات. انا عندي هنا الصاشيه فيها 16 غرامات، يمكن انت ديري الصاشيه ديال الزا فيها وكيل 7 غرامات او 8. صافي، دابا غنديرو في الخلاط في العجانه غتعجن، وغنزيد الحليب شويه بشويه. دابا كتعجن، شوفوا راني زدت الحليب، شوفوا شحال شاط ليا. مازال غنزيد عاد، غنزيد هذاك اللي بقى ليا. صافي البنات، استهتك الحليب كامل اللي كان عندي، ما زدتش اخر الحليب اخر، هذاك اللي كان عندي في الكاسرونه وصافي. صافي، العجين ديالي تعجن، دابا غنغطيه وغنخليه حتى يخمر. شوفوا كيفاش كيجي، يجي بحال هكذا مطلوق ومعجون مزيان، خصو يتعجن عليه مزيان. دابا غنغطيه ونخليه يخمر حتى يخمر مزيان، عاد صافي البنات، شوفوا العجين ديالي خمر.
حيت ليه هذيك الميكا وهويت، حيت ليه هذاك الهواء اللي كان فيه الداخل صافي. وجدت هذاك جوج ديال المولات هكذا تيتفتحوا، احسن يكون عندك المول تيتفتح وشويه الزيت صافي. ندهن اليدين ديالي وندير هكذاك كويرات صغارين، خصني نبعدهم شويه على بعضياتهم ما نلصقهمش هكذا تيكونوا. صراحة تيجي بنين تيجي هشيش. صافي راح تنكمل جميع العجين اللي عندي. شوفوا البنات دابا كملت، جالي هذاك العجين اللي عندي في جوج، يعني نيشان في جوج ديال هاد المول. دابا عندي هنا الكريمة، كريم ديال الخفق، وعندي 4 ديال هكذا ديال لافاش كيرا وديال الجبن هكذا مثلث. غنخلطهم، غندير الجبن وندير سميتو الكريمة ونخلطهم مزيان. شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو بحال الكريمة، كيجي هذا الخليط كريمي. ونسقي بيه هذا اللي عندي، هذا العجين خصو يتسقى مزيان. هذا هو السر اللي كيجي به العجين من فوق هش ورطب، كيجي بحال سبونج. صافي ملي غيخمل ليا غنغطيه عاود وغنخلي حتى يطلع عاود شويه، حتى يخمر شي شويه، عاد ندخلو للفران ندهنو بالبيض، نطش من الفوق ديالو شويه الزنجلان صافي، وندخلو للفران يكون سخون ونخليه يطيب على خاطرو. هذا هو السر ديالو اللي كيجي به العجين ديال البريوش زوين ورطب. شوف البنات البريوج ديالي هو كامل كيفاش كيجي، تيجي الصراحة زوين ورطب، كيفاش كيجي بحال سبونج، كيجي هكذا هش. درت جوج، يعني واحد غنخليه ليا وواحد غنعطيه للجار ديالي، تيجي بحال هكذا. نتمنى ان شاء الله البنات تجربوه، راه كيجي زوين، كيجي فيه واحد المذاق زوين، كيجي هكذا. دهنته من الفوق شوية العسل، ونتمنى البنات يعجب لكم هذا الشيء اللي درتو تجربوه، صراحه تيجي زوين ولذيذ. نخليكم ان شاء الله حتى فيديو اخر، حتى مره اخرى ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ديروا لايك وديروا اشتراك وتفعيل الجرس، ونخليكم البنات حتى مره اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.